خادم الحسين المرحوم الشاعر والرادود ابن المخيم عزيز القليام الكربلاء عمي. صدق يا معجيل ما نمت ليلي لا يمر بك الريح يحزن من تدبي ويا همتي وحالي يا شمعة الإيمان يا شمعة الإيمان يلتغويلي يلتغويلي إلك الجواب دهر ذبني الله دا هلا هلا مرت علي ساعات وتحملت كانت تمر كالطيف وموالفتها لجلك بيعتها يا وليدي لجلي رباك روحي حرقتها يلا قول دهر ذبني عبدالله 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 بعد عيد يا حبيبي يا حسين طلب وانا خادم والمال يسوى نور عيني يا حسين يا حبيبي الحسين انا لا ان شاء الله ما ينسى وهو دامل يا حبيبي يا حبيبي على هواك لا تستعجل وانا خادمك الصغير وانتم كلكم مدارس عبد الله سهم نحرك صواب يبني دلالي بصوتك يناغيني بعدك ول قولها بعدك ول عبد الله الولد يا ابني عليك العين همال رماني بفرقيتك داهري وداهري يسهلك التال ذبحني بهاي ذبحك وقلب امك بيا حال اشرب ماي
لك يا شمعة أيامي يرخص يا ابنك الغالي يرخص يا للمرحوم الشاعر ابن المخيم ناظم الخيقاني عمي يا عبد الله تيرك قلبي من شفت المهد محروق ونبلة حرمل ابن احرق صارت يلي مدل الطول يبجي الحالي جتالك تبجي الحالي حتى النور اساليف والفكر هايم اسم الله على الولد نايم وينك يا قمر عدنان وين اللي يرحم بحالي وين اللي يرحم بحالي يا عبد الله يا ريح الهار يا زهرة عمري وأحلامه تريد روحي نشم منك وانسى اللي يلوالامه وابقى بكل وقت أسهر تربي عيوني لأيامه روحي وسلوتي بدنياي ريتك توفي حق رباي ضامي وما شربت الماي الليل ما ودعت امك فراقك تدريج التالي من بعدك يا عبد الله ما وجد بعد دربي صوابك يا تيمر قلبي صوب يا الولد قلبي بعملت كربل ويومك الباري رجويتي وحسبي عين امك فلا تهجع يدوم اللي فرقيتك تدمع ناغتك وما اسمع من شفت النهر دامي ماتت يبني امالي قربت ساعتي وداعك وضعك حتى ما بيا وقلب امك يا مذبوحي هاك اسمعني واعية جيت وياكم ورديت ويا عدا هاي مسبية علي كربلة جارت امك بعدك احتارت لا صارت ولا دارت لا صارت ولا انت تروح ويعودك وانا بحسرة الوالي هي الغافي على صدره هي الغافي على صدر حسين عساك ابن امك مهنة منك يا عزيز الروح امك قطعة الظنة محنية
طاهر ظلت واجذب على ويلك ونه وين الفاجدة مثلي وتجبر كسقيت وذلي شلي بالعمر شلي عقبك يا ناظر عيني بس الموت يبرالي يا ابن يا ابن العسكر طال انتظارك العن حرب لو جرد في قارك عبد الله شاهد اليوم ثارك تلقى فوق النحر الدامي تلقى أو تلقى فوق النحر الدامي يا ابن العسكر طال انتظارك العن حرب لو جرد فقارك عبد الله شاهد اليوم ثارك تلقى فوق النحر الدامي أو تلقى فوق النحر الدامي اي صحن بصيوت يا حامي شريعة رضيع حسين هاك اطلب رضيعة دم تبكي السما الهايل فجيعة ثار الله انت واطلب ثارك وويل على المفطوم وويل ابقى هنا ابقى بعد عندنا شغل خادمك الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينه وقفت على التنتناد والنتب والنثجيله عافيه وين اخويا حسين مرمي رايد بحال اشتكي له وين اخويا حسين مرمي رايد بحال اشتكي له سلم وعقب خواته وطلعت تحش مسكينه ايوه الله الله حسين وين بالسيوف حسين 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 اسمع 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 من تعنى المهر لي يصهل يناد الظليمة عافية لخادم الحسين ابن المخيم ادعو له بالصحة والعافية يا ذي القصاب الكربلائي من تعنى المهر لي يصهل يناد الظليمة بالصبر حشمت روح وقلبي شديت بعزيمة جيت ويا المهر أصرخ وين طايح يا ابو الشيمة ما دريت خلاف عينك حرقة وخيمنا علينا الله الله حسين وين الله الله حسين وين بالسيوف مقطعينا الله الله وين ضيعني وعزيزي وين ابن حامل حمية وين ريحانة الهاد ومهرة الزهرة الزكية ودع ودع ولا بقت خمل تلمنا ولا حمى بهاي المسية الله الله شلون ولي من عقب عن الولينا الله الله حسين وين بالسيوف حسين حسين حسين
حيدر 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 أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله وعلى الدلال معنا اسمك حفرنا أبد والله يا زهراء بارك الله فيكم بارك الله فيكم بويه مجورين مجورين العود إن شاء الله العود يوم الأحد يوم الطبق ساعة 9 الصبح يا اليوم